إذن مشاهدينا الكرام، أكيد مكملين وياكم كل فقراتنا الخاصة بحلقة هذا اليوم، ووصلنا وياكم لمحور حلقتنا اللي نوهت عنها هالة ببداية جداً مهم. البرنامج بالضبط، موضوع كلش مهم. وإحنا يمكن قبل ما نطلع هسه الجو كان أكو موضوع نقاش جداً كبير يعني ويا ضيفة هذه الفقرة وبيني وبين هالة عن هذا الموضوع اللي فعلاً هو اليوم من أهم المواضيع اللي لازم نبلش بها بحياتنا الأسرية. أي عائلة لازم تبلش بهذه الأمور، بحيث اليوم الكثير من الأمهات يثيرهم القلق من أسئلة أطفالهم، من فضول الأطفال يعني مع الأبناء تحديدا، هو موضوع الجنس تحديدا. يعني إحنا اليوم الكثير من الناس يخلطون بين التربية الجنسية والثقافة الجنسية، يعني أكو خلط وناس ما فاهمين الفرق بين موضوع التربية الجنسية وموضوع صح. الثقافة الجنسية، خاصة عندما يبدأ الأطفال. إحنا كنا نعرف طرح أسئلة محرجة، يعني إحنا كنا نعرف عندنا أطفال يبدون بمرحلة معينة من العمر يبدي يسأل أسئلة محرجة، يبدي يسأل أسئلة فضولية حاب يعرفها هو بالحياة، لأنه يبدي يصير عنده إدراك للوضع، للمكان اللي هو به، لنفسه، لعائلته، فيبدي يسأل بأسئلة جدا فضولية وصولا إلى سن المراهقة. وللأسف الهواية اليوم من عوائلنا الموضوع اللي يصير بأي سؤال من أي طفل كلنا أسأل نبلش وياهم هذا الموضوع محرم وما ينحكي به، هذا الموضوع ما نحكي به، بحالة عصبية، وبالتالي تكون ردة فعل جدا كبيرة للطفل عد السؤال بهذا الموضوع. لكن كل الطرق الصحيحة والأساسية والمدروسة واللي لازم نفهمها حتى نوصل موضوع التربية الجنسية لأطفالنا أكيد راح تكون بسياق حلقتنا مع ضيفتنا لليوم. طبعا هذا موضوع جدا مهم، وطبعا طريقة طرح المواضيع أو إجابتها بطريقة معلوماتية صحيحة ما راح تأثر أكيد على وعيهم، إنما راح تنطيهم معلومات تفيدهم. مثل ما ذكر مصطفى إنه ضيفتنا لليوم هي الست مروة، تخصص العلاج النفسي والإرشادي، راح توضح لنا كل هاي المعلومات. بالإضافة لهذا أنتوا راح تستفادون، حتى أي شخص حاب يكون أسرة صحيحة يتبع الأشياء الأساسية الصحيحة. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا، نورتينا. شكرا. بالبداية أول سؤال وأول نقطة إحنا لازم نتطرق لها، اللي هو شنو الفرق؟ حابين نعرف الفرق بين الثقافة الجنسية والتربية الجنسية. نعم. أولا سعيدة بوجودي بينكم، شكرا لاختياركم هذا الموضوع اللي مثل ما نوهتوا عنه مفيد جدا، وخصوصا بالفترة الحالية صح. من وقتنا أستاذ مصطفى ذكر أنه هذا الخلط الكبير، لذلك الثقافة الجنسية والتربية الجنسية أمرين مختلفين تماما. نعم. الثقافة الجنسية هي كل المعلومات عن الجانب الجنسي بما يخص الأمور الإيجابية والسلبية، المباحة وغير المباحة، هذا هو ما معنى الثقافة الجنسية. أما إذا تكلمنا عن التربية الجنسية فالمختلفة تماما، هي عبارة عن معلومات وسلوكيات تقدم إلى الأطفال حسب نموهم الفسيولوجي، العقلي، العاطفي، الاجتماعي، وهذه المعلومات تقدم في إطار التعاليم الدينية، المعايير الاجتماعية، وكذلك القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع. حلو. وهدف التربية الأساسية، هدفها الأساسي هو لأجل أن يحصل توافق مع المواقف الجنسية اللي يتعرض لها الأبناء، وبالتالي نساعدهم على حل مشكلاتهم الجنسية بطريقة صحيحة، بالنهاية راح تنشئ فرد سوي ومستقر ويتمتع بالصحة النفسية. حلو. طيب هنا يعني بأي مرحلة عمرية يعني ممكن الأهل أنه يبدون بالتربية الجنسية مع أطفالهم؟ وأرد أعرف منك الموضوع هذا يكون يعني إجباري لو اختياري بالنسبة للعائلة. إذا كنا نتحدث عن التربية الجنسية متى نفكر أنه إحنا نبدأ بخطواتها، فهي منذ الولادة. لكن شو وقت نقدمها للطفل؟ في من بعد عمر السنتين. اللي أقصد به من الولادة هي الأم كيف تحمي المناطق الخاصة لجسمها، الجسم أطفالها، كيف أنه هي تغير له بمكان خاص. أكو بعض الأهل الأطفال الصغار يمسكوهم ولمس من الأعضاء من أجل الضحك، يعني هذا اللمس صح. ايضا هذا نوع من انواع التربيه الايجابيه، انه لازم ما نوصل هيك مرحله من المزح مع الاطفال، حتى عذرا يمكن نعم. صور اكو هم ياخذون لاطفال صور للذكرى، واكو اكسسوارز، واكو هواي تفاصيل صحيح. هذه كلها بالتالي هي تفتح مجال خاطئ في من الناحيه الجنسيه. نعم. اما كيف نبدي او متى نبدا نقدم المعلومه للطفل، فهي من عمر السنتين، يبدا بامور بسيطه اللي هي يعني يمكن وارده عندنا لكن احنا ما نعيرها الاهتمام. نعم. نعرفه باسماء اعضاء مثلا، وطبعا تسمى باسمائها الحقيقيه العلميه. نعم. يعني هذا الالقاب هذه كلها نعم. غير صحيحه وتؤدي الى يمكن تساؤلات، ليش اسمه كذا او ليش يدلع او ليش. اضافه الى نقطه اخرى وهي يجهلها الكثير جدا من الاهل، في عمر 3 سنوات نعم
من عمر 3 سنوات يبدأ تحديد الهوية الجنسية، وهذا الشيء مهم جدا في معرفة جنسه هل هو ذكر أو أنثى. كثير من الأهل لما يرزقون بذكر مثلا نشوفه محنا يطيلون شعره، يضعوا له بعض الاكسسواريز، فهذه الطريقة أنه حيكبر وما راح تبقى بباله، لكنهم ما يعرفون أنه الهوية الجنسية الملاحظة للفروق بين الرجل والمرأة وشنو أملك وشنو ما عنده كلها تبدأ من 3 سنوات. فكيف إحنا هو جسد ذكر وأني أزينه بأنثى، فهذا خلط عنده، بالتالي يسوي له مستقبلا مشاكل بتحديد الهوية الجنسية. يعني أنا أفهم منك الموضوع أنه الموضوع إجباري مو اختيار. نعم، من ناحية هذا الفقرة إلزامي جدا وضروري، لأنه هو يعني نوع من أنواع التربية، يعني لا يختلف عن التربية الدينية، التربية الثقافية، التربية العلمية، هو نوع من أنواعهم. أنا دائما أقول يمكن الأمور البسيطة بحياتنا اللي المفروض نتعلمها هي أساس لثقافتنا. صحيح. اللي منمر عليها يعني نعتبرها أنه أشياء كلش بسيطة، بس هي هذه البسيطة اللي تبني لنا أساس لثقافتنا. صحيح، حسنت. طيب هسه نجي لجانب ثاني اللي هو السلوك اللي نتبعه الإجابة على الأطفال بسن مبكر على الأسئلة الحرجة. يعني ممكن أكو أهل يسوون قصص ما لها علاقة بالواقع، وأنا ذكرت لك يعني أنا سائلة سؤال وهواية ممكن أطفال، وهو أول سؤال ممكن ينسأل طفل، يسأل أهله أنا شلون إجيت للدنيا. فهنا الطفل راح الأهل راح ينحرجون، راح يصير عندهم ردة فعل، أكو هواية قصص ما لها علاقة بالواقع. أكيد. فهنا شلون يكون سلوك الجواب الصح؟ نعم، طبعا هو هذا أساس الحوار. الحوار بالتربية الجنسية أساسه إنه إحنا كيف نجاوب على الأسئلة. أول نقطة مهمة بالإجابة هي حسن الظن وصدق النية اللي إحنا نشعر به دائما. الإبن أول ما يسأل الأهل قبل كل شيء، الأهل راح يشعر إنه هذا ليش ده يسأل، هذا قليل الأدب، هذا عنده كذا. هذا النوع إحنا محتاجين أن يصير عنده نية صادقة إنه ابني ما قصده شيء سيء. هو سؤال مثل ما يسألك سؤال هذا العام إنه ليش السماء زرقة، ليش نأكل بإيدنا، هو سؤال عام. فإحنا محتاجين أولا إنه إحنا نحسن النية والصدق وحسن الظن بكلامه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية والجوهرية، أنا لازم أرجع أسأل سؤال بطريقة غير مباشرة، نفس السؤال بس أعرف شنو المعلومة اللي عنده. سألني ماما شلون نجي للدنيا، أنا راح أقول أنت شنو رأيك، شلون تتوقع، شلون تتخيل، لأنه الجواب يعتمد على ما يحمل معلومة. صح، ممكن هنا تنطي تحفيز، إذا أنت مثلا جاوبتني أنا راح أعطيك مكافأة، أنا راح أخذك. هنا أنا الطفل راح ممكن أنا أحفز على الكلام صراحة. يعني الحافز والمكافأة خلي يكون هذا دافع داخلي يعني للإنجاز، هذا تفكير يعني. فانه انت شنو عندك معلومه، بالتالي من راح يجاوبني عن المعلومه انا حعرف شنو عنده. ممكن طفل مجرد سال شاف كائن يمشي وقال ماما احنا شلون نجي، فانا اقدر انطيها بطريقه بسيطه. لكن طفل اخر قد يكون شاهد فيديو، واحنا تعرف سهوله الوصول للمقاطع كل ابسط ما يكون بضغطه زر، فممكن هو شاف شيء وجاي يختبر معلوماتنا احنا. فكيف احنا نجاوبه بشيء بسيط وهو شايف الاعمق؟ فإذا الجواب يكون على حجم ما يملك من معلومات. النقطة الثالثة وأيضا مهمة، لازم الجواب يكون جدا هادئ، ما يكون فعال، ما كرة فعل، لأن إحنا إذا ضبطنا النقطة الأولى اللي هي إن إحنا نحسن الظن بسؤالهم فما راح نعصب. أيضا المعلومة تكون بسيطة ومو تفصيلية، يعني دائما نختصر المعلومة بكلمتين ثلاثة على حسب هو تشبع بهذه الكلمة. أوكي، راد معلومة أوسع أنطي، بس ما أتعمق بالتفاصيل، أمور سطحية. نعم، ممكن أيضا اللي الإجابة عن الأسئلة، ممكن مثلا أكو أطفال أكبر بالعمر، طبعا المرحلة العمرية أيضا تحكم فإنه أنا شلون أجاوبه. ممكن أوفر له مصادر علمية، ممكن أكو بعض الكتب التشريحية، ممكن أنه أنا أقدر أفهمه أنه هذا علميا الموضوع كيف يكون. المعلومة العلمية تكون جدا أقوى عند الأطفال من كلامنا السرد اللي إحنا نحكي. النقطة الأخرى أيضا ممكن نستخدم القصص، الحكايات، الأمثلة، هذه كلها أساليب إحنا نستخدمها للإجابة بطريقة ما تولد عند الطفل تساؤلات وحيرة ورفض وصد لمعلومته، بالتالي يبحث عنها بمصادر قد تكون بها معلومات مشوهة وغير صحيحة. طيب هنا شنو التبعات اللي ممكن يتعرض لها الطفل في حين أنه سأل سؤال معين وبعدها يعني تم الجواب إلا من قبل الأهل واكتشف بعد فترة أنه الجواب هو مو صحيح؟ نعم. شنو التبعات اللي راح تكون عند هذا الطفل؟ نعم. بعد ما يكتشف انه اهله كذبوا عليه. نعم، تعرف هو بديهيا احنا هسه بس نفكر بها انه اي شخص يقول لك حكايه وبعدين يطلع الحكايه مو صحيحه يفقد الثقه بيك، يفقد المصداقيه. فاطفالنا اليوم هم صغار، لكن هذه المعلومه باقيه وياهم مدى الحياه، واحنا نعرف ما دام نقول مدى الحياه اذا هو في حاله نمو، راح يوصل مرحله من العمر
بالغ يفهم وعنده هاي المعلومة، فرح يعرف المعلومة الصحيحة ويقارنها مع معلوماتنا، فبالتالي رح يعرف إنه الأهل ما يملكون المصداقية للنصح وللتوعية، فبالتالي رح يصبح هنا من الناحية النفسية رح يطبق أكبر خطأ نفسي مارس الإنسان بحق نفسه، وهو التعميم، رح يعمم كل شيء نصحتوني غير صادق، فبالتالي يمكن يسوي أشياء خطأ لأنه ما عنده، إذا رح أقول لهم رح يكذبون علي. نعم. فأسوي أصلاً لأنه لأن إذا نصحوني مثلاً يقولوا لماما هذا مو بصالحك، أصلاً هم يكذبون لأنه ما دام ما رح يعرف إذا كانت النصيحة صادقة أو كاذبة. نعم، لأنه هم إحنا ليش قلنا الإجابة عن الأسئلة تكون بمعلومة بسيطة حسب معلوماتها، حتى ما نضطر نكذب يعني، ولا نضطر نسوي هالقصص الخيالية اللي نسمعها والخرافات. صح. على مود نمشي اللحظة. صحيح. تمشي اللحظة اليوم بس تبعاتها بالمستقبل. صح. زين ست مرو، ممكن ناخذ من حضرتك أمثلة عن خلينا نقول أكثر الأسئلة الشائعة عند. نعم. الأطفال، وشو الأجوبة الصحيحة لها؟ نعم، شوفي هو الأجوبة راح تصير مثل ما هسه تكلمنا إنه شلون نجاوب. أي. بس عادة أغلب الناس تعرف إنه سؤال كيف نجي للدنيا. نفس ما تكلمنا إنه إحنا نهدأ، إنه إحنا لازم نعرف شنو عنده معلومة حتى نعرف نجاوبه جواب صحيح، يعني نفس اللي قلناه قبل قليل. أي. بس يعني نحن نعرف شنو نجاوبه على ما يملك من معلومة. طيب. ممكن إنه حسب عمره أنا أحط له مثلا كتاب وأشرح له، أشوفه فيديو لكائنات مثلا إنه كيف يكون أكو تكاثر، حسب عمره أنا أجاوبه. ونفس النقطة اللي إحنا قلناها قبل قليل، شنو يملك من معلومة اليوم بهذا الزمن وبهذا الوقت؟ عندنا نسبة كبيرة جدا من الأطفال عندها وعي جنسي غير صحيح، من مصادر غير صحيحة، الأهل ما يتكلمون، الانترنت كل شيء موجود به، إضافة إلى حتى البرامج التلفزيونية، حتى الكارتون، الأفلام، أفلام الكارتون اليوم كلها. نعم، أنا عندي بحث عن هذا الموضوع اللي هي الإيحاءات الجنسية اللي أفلام ورسوم متحركة، خلال الرسوم المتحركة والأفلام تعرف يعني بطريقة غير مباشرة توصل المعلومات الجنسية ويصير عندها تقبل للطفل بس هو ما يعرف شلون دخلت بالعقل اللاواعي. فأنا اليوم من أريد أجاوبه شلون جينا للدنيا، يعني عذراً يعني معناها هذا الموضوع شيء إيجابي أو سلبي اللي دا يصير بأفلام الكارتون أو سلبي؟ سلبي 100%، لأنه هو يثير أفكار، يثير غرائز، يثير تساؤلات، فبالتالي ممكن يسوي هذا الموضوع. أي. يعني شو رسوم متحركة. نعم. صح. فبالتالي ممكن يقوم بهذه الإيحاءات. نعم. الجنسية. هاي هنا تتكلم عن حدث مباشر فهو. صح. يعيده. أي. يعني هذا نادراً ما نشوفه إحنا كأهل، بس أكون موجود بالأمانة بأفلام الكارتون اللي دا يصير. زين نحن شو الحل؟ انه انت تعرفين اغلب الناس مثلا انه هي حتى تتخلص من الطفل. هنا جينا للمعضله الكبرى، شو يسوون؟ انا هذا. إيه؟ كل شيء يقولون عليه مرض العصر، مشكله العصر، احنا هذه مشكلتنا. الاهل عندهم مشكله، مشكلتهم هي ما يعترفون بخطاهم. صح. انه انا والله ما اقدر اخلي اوفى، انه ما يلتهي بغير شيء. يا ناس ترى خطأنا احنا المربين، احنا الوالدين، احنا المسؤولين عن توفير الانشطه وان توفير الجو المناسب للاطفال. وبعدين اليوم اكو ام مثلا وحده من يعني الاستشارات انه انا من منطيت التليفون قام يحس بالنقص، ليش غيري عنده، ليش انا ما عندي. احنا هنا نتكلم عن جواب سطحي، الموضوع اعمق، موضوع تربوي. انا شلون اخليه يباوع على الاخرين، شلون يعرف نصيحتي انا اهم من نصيحه غيري. ومو بالضروره انه انت لازم تشغل وقتك بالتليفونات، اكو هواي انشطه. يقول لك ما يحبها، لا انت تعرضه لها، هواي اطفال ما احبه، ما احب العب فلان رياضه، بس لما راح واستمتع الله ما موديني مره ثانيه. اذا احنا نوفر الفرص من ابسطها، ما نريد نتكلم عن نوادي واشتراكات ودورات غاليه، من امور بسيطه، تواجد اسري، هذه كلها تحمي الطفل من الاستخدام المفرط بالاجهزه الالكترونيه، اضافه الى قدر الامكان انه العائله تكون محدده اوقات للاستخدام. يعني مو انه والله التلفزيون 24 ساعه مشتغل، حلو. صح. النظام حلو التنظيم بالساعات. طبعا. بالوقت، يعني هذا الموضوع يراد له جلسه خاصه. حلو. طيب يعني. هنا اكو يعني يمكن سؤال يراودني انا يمكن حتى المشاهدين، انه احنا الاطفال يعني تحديدا يعني بموضوع التربيه الجنسيه. نعم. يعني يختصر الموضوع على علاقه الرجل بالمراه جنسيا. لو انه ممكن اكو معلومات ثانيه نعطيها للاطفال حتى نفهمهم. طبعا التربيه الجنسيه احنا تكلمنا، شوف الثقافه الجنسيه عاده تركز على العلاقه الحميميه بين الرجل والمراه. لذلك هذا الخلط اللي دا يصير عندنا. لكن التربيه الجنسيه هي تتكلم اول شيء تبدي مع الفرد، مع ذاته. يعني نتكلم عن طفل صغير علمناه عن جسمه، ما جبنا له طار العلاقه الجنس الاخر. بعدها بدا يعرف مشاعره، المراهق، مراحل البلوغ، علامات البلوغ،
كيف يتعلم شنو معنى الاحتلام، البنت كيف تعرف انه مرحلة البلوغ عندها توصل الى الدورة الشهرية، هذه التفاصيل كلها خاصة بالفرد نفسه. هذه كلها تربية، تربية جنسية وتثقيف في هذا الموضوع. نعم. يعني هنا انت وضحتي اكثر انه هواية اكو عندنا عوائل يخلطون بموضوع التربية الجنسية. نعم. نعم. والثقافة عنها. الجنسية. يعني اليوم انت تشنو اي عائلة مع احترامي لعوائلنا الكريمة. نعم. انهم تقولي له يا لازم مفروض انه تكون عنده تربية جنسية. يعني ادري شعل ما اقول للرجال والمرأة من يتزوجون يجي اقول له نسوي علاقة ويا ابنها يسوي كذا. نعم. ما فاهمي انه التربية الجنسية هي التفاصيل اللي نحكي بها. وهذا اللي حمسني اليوم على هذا الموضوع لما سمعت بالعنوان، لانه فعلا مجتمعنا بس يحتاج يفرق انه احنا ما نعلمهم الجنس. مو احنا المشكله اللي عندنا بمجتمعنا مفرده الجنس. نعم. صارت تفهم بطريقه جدا مو صحيحه. نعم اي نعم. يعني مصطلح مخيف، فمن يسمعوه انه احنا عن يعني سبب من يفهم الجنس الاصلا صار موضوع انحراف، صار. نعم. موضوع علاقه حميمه صار. نعم. مو موضوع انه تثقيف لنفسي لشخصيتي. هذه التربيه الجنسيه بدنا ناكدها اليوم. أحسن. انه مو العلاقات الجنسيه أبداً. احنا بدنا نتطرق لهذا الموضوع. صح صح. وبالمستقبل لها تاثير، ممكن تاثر على نفسيه الشخص. نعم. تعامله ويا. نعم. الجنس الثاني. نعم. علاقاته هاي كلها تكون لها تاثير سلبي. صح. طيب استثمر، وهنا انا اكو معلومه احنا حابين نتاكد منها. نعم. ومن صحتها من خلال دراستك وطلعتك بهاي المواضيع. نعم. انه صحيح الطفل اذا بقى بمكان مغلق ويا اهله ويا امه. نعم. وابوه. نعم. غرفه نوم. وصار بالضبط. نعم. غرفه نوم صارت بيناتهم العلاقه. نعم. هنا أنا والطفل منتبهوا انه هو منتبه ودا يشوف. نعم. هذا الموضوع. نعم. ممكن انه يتعرض لصدمه راح تسبب له شراهه جنسيه بعمر كبير. نعم. او لا. نعم. شوفي هذا الموضوع كثير من العوائل يعني تطبقه بدون ما تعرف تبعاته، على اعتبار أن الطفل نايم، لكن هذا إيذاء نفسي جدا كبير على الطفل، لأنه الطفل قد يكون نصف نائم. تعرف أكو أطفال هم مستيقظين لكن عيونهم مغلقة. صح. أو قد هو فعلا مستيقظ لكن يتظاهر بالنوم، لأنه وهذه حالات عندي كثير من الأمهات. صح. اللي صارت عندهم هذه الحالة. الموضوع الأساسي هو مو بالتحديد طبعا موضوع الاضطرابات الجنسية من الناحية النفسية، موضوع جدا كبير وعدد الاضطرابات كبير جدا. صح. فما نريد نقول انه هو فقط يسبب له الشراهة الجنسية لما يكبر، ممكن تبعاته ممكن يسوي له يعني عقد نفسية في انه هو حتى ما يمارس الموضوع، مو الا يصير عنده شراهة. فبالتالي التالي هذا الموضوع جدا جدا غير صحيح. يفضل صورة راح تبقى بباله طول عمره ممكن. نعم. تعرفين شنو ممكن من يكون نصف نائم او يتظاهر بالنوم مغلق عينه راح يسمع اصوات راح يفسرها تفسير خاطئ، هذا التفسير الخاطئ يسبب له خوف مدى الحياه، وللعلم كل ما يكبر هو ما يعرف سبب هاي المخاوف اللي عنده، لذلك لما يروح يم مختص نفسي يكون على قدر جيد من التدريب يلا يقدر يوصل لنقطة الخوف اللي هو سببت لهذا الخوف، اللي هو إنسان بالغ ويعاني من الخوف بسبب هذه الأصوات اللي سمعها وفسرها تفسير خاطئ. صح. فالشيء الصحيح أنه يتجنبون هذا النوع قدر الإمكان. أكو بعض الناس يقول لك يعني إمكانيتنا أو ما عندنا مكان، لازم أكو طرق معينة لحماية الأطفال. والطفل يعني ذكي جدا، لا حد يقول لي يعني أكو ناس من يقول هو طفل. الطفل أذكى من عدنا. تعرف هاي النقطة شنو؟ إحنا أكو أطفال مثلاً أكو أفراد مثلاً بالعلاج النفسي إنه متعرض لأشياء بالطفولة هو صغير هو يحكيها بس هو يعني ما يتذكرها. بس يقول مثلاً إنه مشاكل بأهلي. أيه. وعمر أنا قبل السنة أبوي وأمي انفصلوا. صح. فالنقطة الخطأ اللي هسه تقول ما يفهم، دائماً عندنا جملة الطفل ما يفهم. الطفل ما يفهم. أيه. أوكي. أوكي صحيح. ما يفهم يفسر هذا اللي دا يصير، بس يحس اللي دا يصير، يحس يعرف نظرة أمه خايفة، يعرف نظرة أبوه متوتر، هذا القلق يحس به. هاي الأحاسيس أو هاي المشاعر اللي تولدت عنده هي اللي تسبب له الاضطرابات النفسية مستقبلا. أوكي هو ما يفهم، فعلا ما يفهم لأنه ما يعرف بالمنطق يفكر بالأمور ليش لأنه يصير. جاهل يجهل هذه الأمور. نعم. لكن هو بنفس الوقت ذكي يشعر لأنه هو بأهم مرحلة. نعم. يعني بالنسبة لعقله يحب يجمع معلومات، يحب يخزن معلومات. صح. لأنه رام فارغ. أيه. يعبي بمعلومات. نعم. يعبي بعد بقت شطارة الأهل بالضبط. فالأهل شنو اللي يخلون بهذا الرام اللي موجود بعقل هذا الطفل اللي يقدرون ينشئون بتنشئة صحيحة. نعم. طيب احنا هنا اليوم حكينا عن المفاهيم اللي الاهل ينقلوها لاطفالهم، اليوم تعتبرين اريد منك معلومة للناس نوضح انه شو المفاهيم الخاطئة الجنسية اليوم اللي يورثوها للاطفال اذا كان ولد او بنت وتسبب عندهم خلل كبير جدا بمراحلهم العمرية. صراحة يمكن من اكثر المفاهيم اللي شائعة واللي تتفقون معي بالرأي هي الخاطئة اكيد، هي مفهوم العيب. العيب عن اشياء هي مو عيب،
العيب اكو العيب من احنا نعرفه وهو بديهيا مبين، لكن العيب من انه انت تسال عن جسمك، عيب انت تسال ماما انا ليش دا يصير بجسمي كذا، عيب ماما هذا المكان اذا صار به شنو اسوي، عيب شلون تسال. هذا اكبر خطا ممكن يكون عندنا متوارث من جيل الى جيل. الحقيقه هو من ذاك الوقت يعني، بس اليوم احنا هنا بحكم التعرض اللي نتعرض له، انت اذا تقول له عيب هو حيروح يعرف العيب بغير مكان اللي انت تسميه عيب، بس هو اللي راح يعرفه عيب ياخذ مفاهيم لو غير ناس. نعم. لو سوشيال ميديا المعلومات اللي راح ياخذها هي عيب، لان معلومات غير صحيحه من مصادر غير موثوقه. اضافه الى ايضا النقطه الاخرى شعور الذنب، يزرعوه هذا من المفاهيم الخاطئه عند الاهل، انه انت غير مؤدب، انت قليل الادب، انت من تسال على هاي النقطه انت عندك يعني لازم يشعر بالذنب، يبقى طول عمره يشعر بالذنب لان سال بناتك. الله راح يحاسبك لانه جانب سالت الدين والدك يعني والدتك بهذا الموضوع. تعرف احنا دين، احنا نعم. دين ترغيب مو ترهيب. احسنت. بس المشكله احنا فاهمين بالترهيب. نعم. عندنا اي فعلا عندنا حالات بالمكتب بمراهقين يعانون من الوسواس القهري، يشهد الله بدرجة شديدة جدا. صحيح. يعني هو متوسط وشديد وشديد جدا، شديد جدا يعني مرحلة جدا خطرة، يعني لو بغير مكان يروحون إلى مصحات دمر. صح صح. بسبب الترهيب اللي تقوله، إذا كان الجانب الديني أو الجسدي. واحدة هي هاي الحالة نفسها لما سألتها كيف تعرفتي على مرحلة البلوغ، كيف عرفتي أنه أنت بلغتي لما وصلتي مرحلة الدورة الشهرية، شلون عرفتي هذا الموضوع؟ ما اعرف شي صار فجاه، ما اعرف شنو اللي صار. رحت سالت صديقاتي، تعرفين كل وحده انطت وجهه نظرها بالموضوع. هاي اللي تقولها يعني معناها السم طلع من جسمك، هاي اللي تقولها كذا، هاي اللي تقولها كذا، ظل التخوف. كل معلومات كلش خاطئه صار عندها الموضوع. صح. تخيل هالموضوع حصرا صار هذا الموضوع، انه كل ما يصير عندها كل شهر هي تعيش عقده الذنب، اني غير نظيفه، اني غير ما تطخ شيء، ما تدوس على القاع، لانه اني غير نقيه، اني عندي شيء سيء من جسمي دا يطلع. لكن هو افضل شيء ممكن يحدث بجسم المراه لما هي تنظف جسمها لانشاء رحم جديد لاستقبال جنين. تشوفين الفرق بالفهم للمعلومه. إيه يعني طرح الطرح. نعم. هذا الفهم الخاطئ كلش خاطئ يعني. نعم. يعني ويمكن حتى اليوم هذا الموضوع اللي ذكرتي يعني العبء الاكبر للامهات اللي. نعم. هم لازم يفهمون بناتهم. نعم. هذا الموضوع. نعم. لانه اليوم احنا نعرف اصدقاء السوء حدث ولا حرج. نعم نعم. فممكن يعني أنا يعني أعرف حادثة صارت كان يشاهد عيان عليها لأحد يعني بنية وهذه. نعم. من صارت عندها وصولها لمرحلة البلوغ. نعم. والدورة الشهرية، فأمها مبعيدة عنها. نعم. ولا تعطيها هذه المعلومات. نعم. فوين تلجأ لصديقاتها اللي هي بمراحلها الدراسية. نعم. فتعرفين أنت صديقات السوء هواية. نعم. أنت مثلا وصلت لمرحلة هسه لازم تتزوجين، أنت وصلت لمرحلة لازم تمارسين العلاقة الحميمية، لازم يكون عندك. نعم. علاقة مع شخص معين. مهم. فبالتالي تجرفها لهذا الموضوع. نعم. نعم. بسبب أنه الأهل ما انطهم المفاهيم الصحيحة. صح. وإحنا حكينا قبل شوي بالفاصل. أحسنت. يمكن. نعم. عدم إعطائهم النصائح. مهم. التربية الجنسية المستمر. نعم. من حمايتهم من الاغتصاب، من التعرض لأي تحرش جنسي. نعم. فبالتالي هذه الأخطاء والمفاهيم الخاطئة هي اللي تخلي التربية الجنسية عندنا خاطئة وفاهميها انه العلاقات الجنسية. نعم. ونتائجها لا تحمد عقباها. صحيح. اذا اليوم دكتورة معناها عندنا التربية بعد ست اوكي ست مرات ان شاء الله فال خير. نتمنى لك كل التوفيق بكل المجالات والأصعدة. اليوم موضوع التربية الجنسية للأطفال هذه راح تحميهم من التعرض للتحرش والاعتداء. شلون احنا اليوم نعلم الطفل شلون يحمي نفسه من موضوع التحرش ومن موضوع الاعتداء الجنسي؟ نعم نعم. شوفي هذا الموضوع التحرش بصورة عامة موضوع هو الأساسي بوقتنا الحالي. نعم. عارفين اكو دراسات تقول انه نسبة التحرش جدا عالية، يعني طبعاً. بين 10 اطفال ممكن بين 5 ممكن تلقى 4 او 3 تعرضوا للتحرش. صح. يعني عدد كبير جدا. صح. والتحرش طبعا والعنف الجسدي والاستغلال العفو الجنسي، وهذا عذرا للمقاطعه. نعم. ست مروه، هنا التحرش مو بس للبنت، هنا أنا البنت وللولد، هاي نقطه كلش مهمه. لازم طبعا احنا المتعارف عليه ايضا انه دائما بس البنات يتحرشون به. لا، احنا هسه نشوف حالات كثيره لاولاد لذكور يعني. نعم. النقطة اللي دريد نركز عليها انه التحرش الجنسي اللي دا يتعرضون الى الاطفال هو اساسا نقص بالمعلومات من خلال مرحلة التربية الجنسية. صح. فبالتالي احنا لو نعلمه اسم اعضاء جسده، اضافة اذا حتى هي من ضمن الخطوات ممكن نحن شلون نعلمهم نحميهم،
من خلال حوار، من خلال كلام، نعلم اللمسة الصحيحة واللمسة الغير صحيحة. النقطة الأساسية اللي قلناها بالبداية أنه من نقعد كعائلة نبتعد عن موضوع ملامسة أعضاء الطفل وهذه الأمور، لأنه حتكون عنده شيء طبيعي من راح يوصل لهذا العمر، يجي شخص أنه بالضبط يجي شخص أنه ممكن يلامسه من هذه المناطق يشوفه موضوع طبيعي، لأنه أنا أهلي سووا هذا الموضوع يقول صحيح. فيطلع بالتالي فهي مفهوم الفكرة خطأ. أنه هو لازم يكون أولاً علم شنو معنى اللمسة الخاطئة أو اللمسة هذه مثل ما قلنا، لأنه إحنا القصد أنه أكو لازم نفهم أنه أكو أماكن غير مسموح للآخرين مسكها بالضبط، هذا حتى يعرف يفرق يتعرض للتحرش يعرف يقيم الموقف، مو أنه جسمه كله خلاص مسموح. النقطة الأخرى أيضا نعلمهم أنه تعرفين المتحرش عنده فد استراتيجيات معينة للاستدراج، للاستدراج أكثر شيء مارس عليه هو السرية، فدائما يتعامل وياه بالتهديد بالتخويف. فلو كانت العلاقة بين الطفل ووالديه مبنية بناء صحيح على الثقة والأمان، وإنه مهما كان اللي تتعرض له أنا موجود أنا بسندك أيا كان التهديد فهو ما راح. وأكوين عذرا نقطة ثانية أيضا موضوع انه لو نبلش ويا اطفالنا من الصغر أكيد. انه اي شخص يعطيك شيء لا تاخذ، نعم تقبل اي شخص الهدايا. تعال اشتري نعم. لك تعال نعم. لانه اليوم استدراج يعني مواضيع الاغتصاب اللي تصير انه نشوف لطفل او طفله تعال اشتري لك من الاسواق اخذ لك شلون شلون الطفل يروح صحيح. لانه ماكو توعيه الا من الطفوله انه اي شخص يشتري لك اي شخص يقول لك تعال ويا نروح فلان مكان امتنع عن هذا الشيء ما كان صارت عندنا حالة الاغتصاب. واحنا شفنا يمكن قبل فترة اللي بمنطقة الشعلة هذا الشخص اللي مغتصب 4 فتيات بعمر 3 سنوات واربع سنوات يعني ضعفاء النفوس عندنا هواية اليوم صحيح. يعني ضعيفين النفوس اللي توصل عدى الرغبة الجنسية لطفل او طفل عمرهم 3 سنوات واربع سنوات فأنا أعتبر هذا إنسان بمنتهى الوحشية وبعيد عن الإنسانية مريض نفسي. أكيد حضرتك ذكرت أنه ممكن أكو شخص يستدرجه كأنه دا نوصف المتحرش بأنه شخص غريب. تعرف الدراسات تقول 75% من المتحرشين هم من المعارف ومن الأقرباء والمقربين للعائلة، يعني لو يطلع جيران لو يطلع أقارب لا ممكن يكون أب أخ خال ممكن يكون صح. عم ممكن يكون أحد الجيران، وهذول حالات إحنا نتابع وياهم يعني معرضين للتحرش من الأخ من الخال من العم. طيب بالتالي إحنا لازم نوجههم ست مروه هنا إذا في حال إنه الطفل تعرض للتحرش والاعتداء وهو كان ساكت صامت شلون راح نعرف أكو علامات راح تبين عليه أكو أشياء ممكن من خلالها يكتشف إنه هو متعرض للتحرش إذا هو كان خايف لدرجة إنه هو سكت ما حكى أي شيء شو نسوي بهاي الحالة؟ شوفي هي إذا كنا نبحث عن موضوع العلامات اللي تدل على وجود التحرش فهناك علامات خلينا نختصرها بطريقة بسيطة للمتابعين ولا حتى يفهم الموضوع. هناك علامات سلوكية، هناك علامات جسدية، وهناك علامات نفسية. إذا تكلمنا عن جسدية ممكن نلاحظ الطفل عنده صعوبة بالمشي، ممكن إذا تكلمنا من ناحية جسدية ممكن عنده عسر بالتبول، عنده إمساك، ممكن يكون هذا من ناحية الجسد إضافة إلى البلوغ المبكر عند الإناث يعني اللي يصير قبل موعد 8 سنوات تبلغ البنت قد يكون علامة على التحرش. هذا من ناحية جسدية نفسية ناحية جسدية إلى أقول شخص نفسية. إذا تكلمنا عن السلوكية مثلا السلوكيات اللي تظهر عند الطفل اللي قد تعرض هناك مثلا عدة نشوف مشكلة أنه اضطراب بالنوم لا يأكل عنده انعزال وانطواء هذه الأشياء السلوكية إضافة إلى أنه هو يقوم بتشويه أعضاء التناسلية كأنه ينتقم من نفسه أنه هذا المكان أنا صارت عندي من هذه المشكلة أيضا لديه محاولات انتحارية أيضا صح. علامات تدل على أنه ممكن يتعرض للتحرش وغير. أما العلامات النفسية إذا تكلمنا عنها فشعوره بالخزي شعوره بالعار شعوره بانخفاض تقدير الذات إضافة إلى النوم مضطرب ويستيقظ يصرخ أو يبكي الحزن الشديد والهيجان المختلف اللي ممكن يمر الطفل بحالات غضب على أهله وكأنه هم السبب بعدم حمايته هذا إذا تكلمنا عن العلامات. أما إذا تكلمنا عن كيف إنه إحنا نعالج هذا الموقف أوكي طيب. عرفنا العلامات هذه نفسية لأنك هواية صحيح. نعم. وعرفنا أنه هو عنده هذا النوع من التعرض للتحرش أيضا الطرق اللي معالجته هي 3 طرق مهمة جدا. الطريقة الأولى هي تطمين وتهدئة الطفل تمام. مهما كانت المعلومة اللي دا يخبرك بها ابنك بالحدث
حاول أن تحافظ على ثباتك الانفعالي. صح، غضبة الفعل ممكن تأثر أكثر، ممكن يخاف، ممكن ما يحكي. إحنا هدفنا نجمع أكبر قدر من المعلومات عن اللي صار، فنحاول قدر الإمكان نسمح له بالكلام، إضافة إلى أنه نحاول دائما نخليه ضمن أسرة منعوفة واحدة، نحتوي يعني ما نخليه يشرد بأفكاره، لأنه هذا راح يسبب له إلى ممكن يروح بأفكار أخرى. هذا هدفه الأساسي هو سحب المعلومات وتطمين وتهديئ. تمام. النقطة الثانية عرضه على مختص نفسي، وهي النقطة جدا مهمة. المختص النفسي يقوم باسترجاع الحادثة، يسترجعها بطريقة مختصة، يقوم باسترجاع الحادثة لمنع تخزينها وترك آثار سلبية. طيب هنا أنا عذرا، هنا أنا في حال أنه إحنا يعني ودينا المختص نفسي، نبين له أنه إحنا ما أخذين دكتور نفسي أو مختص نفسي، ونخلي الموضوع بطريقة معينة حتى ما يحس أنه هو عنده مشكلة ومرض. هو لازم يعرف أنه هو ديعاني من شيء. احنا هذا التجاهل ترى هذا خطأ غير صحيح، ان احنا نظل دائما احنا نحس وهو يحس، لا خلينا نكون واضحين. فالفكرة ان احنا ناخذه الى مختص نفسي راح يسترجع الحدث، يحاول ما يخزن شيء، ما يترك اثار سلبية، ويشوف تصوره عن الحادث، هل يشعر بالغضب، الغضب من منه، من المنتقم، عفوا من اللي تعدى عليه، لو من اهله، وهل عنده افكار انه يعتدي على الاخرين، هل لديه افكار انتقاميه، زين هل يشعر بالذنب، هذا الشعور ما المفروض يكون عنده موجود، وناكد له انه لو كنت تعرف تتصرف ما كان صار اللي صار، فبالتالي نخفف عنه ونمحي من عنده شعور الذنب، انت مالك ذنب، ما كنت تعرف تتصرف. والنقطه الاخيره اللي هي نشوف قد يكون بعض الاطفال لديهم استمتاع بهذا التحرش، هنا أنا ضروري نعرف هل هو مستمتع، اذا كان نعم فيجب أن نبين له شذوذ هذه العلاقة، لازم نفهمه سلبياته ونحاول نسحب من عنده هذا النوع من المشاعر. وأيضا نقطة أخرى اللي هي أخاف طلت بالموضوع، هو صراحة موضوعي مستمتعين جدا أمانة. النقطة الأخيرة أنه محاسبة الجاني، تعرفين أمام الطفل ممكن يكون لسببين. أيه؟ السبب الأول أنه هذا نوع من العلاج النفسي للطفل، صح، يشعر بالانتصار انه حتى انه خلاص انا اللي اذاني اخذ استحقاقه امام الطفل، ونبين لانه المخطئ يحاسب. النقطه السبب الاخر المهم احنا حتى هو ما يسوي هاي الحاله ممكن بالمستقبل. اي يعني شكرا لك ست مروه، كل التفاصيل مهمه امانه. نعم. اليوم قلنا وللمشاهد اليوم هذه التربيه الجنسيه وهذه المعلومات وهذه الارشادات اليوم مهمه يمكن للناس اللي بعدهم مقبلين على حياة الزواج، بعدهم حتى ما متزوجين، لأنه اليوم هو من يكون عنده فكرة متكاملة عن الزواج وعن تربية الأطفال راح تكون الحياة أسهل، وراح يكون المجتمع بالمستقبل يكون أوعى وأثقف. شكرا لك. صح، يعني فعلا معلومات جدا غنية ونقاط أساسية وضحتها اليوم ضيفتنا ست مروة، اللي إن شاء الله فعلا مثل ما ذكرت هلا وقالت إن شاء الله بحلقات الجاية نستضيفك وتكونين دكتورة مروة إن شاء الله. إن شاء الله تحصلين على هذه يا رب. آمين. إن شاء الله تحصلين على هذه الشهادة. دائما نوصل المناشدات أمانة على هذا التخصص إذا تعرفون تخصص العلاج النفسي إحنا ما موجود عندنا. صح، إحنا أي واحد نقول له روح علاج نفسي يقول له شنو مخبلاني؟ ورش هسه احنا نريد ورش غلط. تدريبات يعني لتهيئة المعالج، احنا نضطر ناخذ بآلاف الدولارات مع المختصين خارج العراق. صح. لكن احنا هاي نحتاجها بهذا الوضع وبهذا الظروف فعلا. يعني واليوم اكيد وضحنا اللي هو المشاهدين الفرق بين التربيه الجنسيه والعلاقه الجنسيه اللي احنا فاهمينها غلط، انه اي تربيه جنسيه يعني ثقافه جنسيه وعلاقه جنسيه. فهمنا كل هذه الامور، فهمنا ايضا موضوع ثاني انه نبتعد عن موضوع العيب، عيب 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 لا تسوين كذا، العيب بموضوع انه التربيه الصحيحه، يعني عيب تتجاوز على الاكبر منك، عيب تصرفها بالتصرف، لكن مو عيب انه انا اربي ابني بالتربيه الجنسيه الصحيحه اللي تخليه واعي ومثقف بمراحل العمرية القادمة. وبالتالي أرجع وأقول إحنا دين ترغيب مو ترهيب، لن نعلم ونربي أطفالنا على أساس ترهيب الدين، هذا جدا خطأ، تخلي الطفل بالتالي يتمرد أكثر ويعاند أكثر ويصرف تصرفات خاطئة أكثر. فخلونا نربي أطفالنا على تربية صحيحة واعية مثقفة جنسية محترمة، وأرجع وأقول إنه الجنس تفهموه بأي جانب آخر اللي وضحناه أكيد مع ست مروة، هو هذا هدفنا من تربية أطفالنا لليوم. شكرا لست مروة، وشكرا أكيد لكل من شاهد هذه الفقرة. مستمرين وياكم ببرنامج يوم جديد وكل فقراتنا بعد هذا الفاصل.